ننتقل بالرادار إلى الملف السوري، حيث قتل طفلان وأصيب 6 آخرون في قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين الجيش السوري ومسلحين من هيئة تحرير الشام في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي. القصف تزامن مع أيضا قصف آخر لهيئة تحرير الشام استهدف مواقع للجيش السوري في بلدة كفر نبل جنوبية إدلب وشمالية اللاذقية. ينضم إلينا من القامشلي مراسلنا هجار السيد والمزيد عن هذا القصف المتبادل بين هيئة تحرير الشام والجيش السوري. نعم فضيلة، تشهد محافظتي إدلب وحلب قصفا متبادلا ما بين قوات الجيش السوري والفصائل الموالية لتركيا وبالتحديد هيئة تحرير الشام أو كما كانت تسمى ب جبهة النصرة سابقا. وبحسب المعلومات والأحصائيات الأخيرة كان هناك نحو 30 قتيلا من مقاتلي أحرار الشام في تلك المنطقة، وتركز القصف على محافظة إدلب في الريف الجنوبي لمدينة إدلب. وبحسب المعلومات كان هناك مشاركة من قبل القوات الجوية الروسية استهدفت عشرات المواقع التابعة لهيئة تحرير الشام، وأيضا كان هناك قصفا على ريف حلب الشمالي. وبحسب المعلومات الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أكد بأنه كان من بين الضحايا 5 مدنيين فقدوا حياتهم جراء الاستهداف الأخير أو القصف الأخير للجيش السوري على مواقع تابعة للفصائل الموالية لتركيا. وأيضا كان هناك اليوم صباحا كان هناك هجوم أيضا من قبل أنصار جند الله في محافظة إدلب هجوما على أحد النقاط الجيش السوري. وبحسب المعلومات لم يتمكنوا من السيطرة على هذا الحاجز، ويتمركز القصف على النقاط الفاصلة ما بين الفصائل الموالية لتركيا والجيش السوري. شكرا هجار السيد في القامشلي.